اهلا بحضراتكم من جديد وباقي فقرات الاهلي خط احمر. والفقره دي فقره مهمه جدا، يعني ممكن تعتبروها كده فقره كاشفه، فقره للتاريخ. ليه؟ لان في انديه لما بتحقق بطولات بتدور على ايه العامل اللي ممكن تستند عليه وتقول لك بس لو العامل ده كان موجود يا كان زماننا النادي الاهلي. كان زماننا رقم واحد، ورقم واحد هو النادي الاهلي. فتقنيه الفيديو سمعنا تصريحات كتير، و التصريح واحد بس بيتقال بصياغة مختلفة، إن النادي الأهلي مش قادر يحقق بطولات محلية من ساعة ما دخل الفار مصر. وردود طبعا النادي الأهلي حقق بطولات أفريقية والكلام ده كله، لكن القصة كلها إن الناس بتاخد الفار كدخول تاريخه مش كتطبيقه. بمعنى إيه؟ بمعنى هي مشكلتي دلوقتي إن أنا عندي تقنية الفيديو وشايف انها بتحقق مزيد من العداله اللي كانت بتحقق قبل دخول تقنيه الفيديو، ولا تقنيه الفيديو عوار كبير جدا وبتفتقد للعداله وتحديدا في مصر، وعندنا مشاكل كتير منها، وبالتالي ما ينفعش استند عليها كمعيار يقول ان انا لو العداله توفرت معايا انا هحقق بطولات النادي الاهلي، ولا ده مش كلام بديهي؟ طيب احنا بقى في مصر قناعاتكم الشخصية كخبراء تحكيم وكمحللين وكناس موجودين في المجال الرياضي، شايفين ان تقنية الفيديو في مصر فعلا بتمنح مزيد من العدالة؟ لان هي مش تمنح عدالة مطلقة، وده اللي احنا قلناه من البداية. احنا اتكلمنا اول موسم دخل فيه تقنية الفيديو اللي فاز بيه النادي الاهلي قبل يعني عدد مباريات من انتهاء الدوري، قلنا بوضوح لو انت بتعتمد على ان تقنية الفيديو هتحقق لك عدالة مطلقة يبقى انت مش فاهم اصلا بروتوكول تقنية الفيديو. لا، تقنية الفيديو هي بتحاول تمنحك مزيد من العدالة. ليه؟ لأن في النهاية في عنصر بشري بيتدخل في إدارة تقنية الفيديو، وبالتالي بما أن في مشكلة ممكن تكون في العنصر البشري فبالتأكيد هيكون في مشكلة في تطبيق تقنية الفيديو. الأهم أن تقنية الفيديو مش بتدير كل الأخطاء التحكيمية أو هي الحكم اللي في المباراة، لا، ده بتتدخل في أربع حالات فقط لا غير: ركلات جزاء، أهداف، طرد، هوية لاعب. والغريب انها لما بتتدخل في الحالات اللي زي دي بتتدخل باشياء كتير غلط. ده حقيقي، ده غير انها اتدخلت في حاجات ما كانش ينفع تتدخل فيها. بص، انت بتبسط البسيط، بتحاول تبسط البسيط اللي هو هبسطها لك. يعني القصه يا جماعه احنا عايزين نقول لكم ايه؟ بص يا اسامه، زي ما احنا نكون انت عندك عماره خايف تتسرق فجبت مسؤول امن او فرد امن يحرس العماره دي. هل بالضروره وجود فرد الامن ده يحرس العماره ان هو حقق العداله وحقق الامان ان العماره دي ما تتسرقش؟ افرض نام اطلاق بالظبط، او عمل شاي. صحيح، راح عمل شاي او شال الفيشه. فشال الفيشه. هو ده الفكره يا جماعه، في اي شيء في الحياه مش بفكره وجود الشيء، هو الفكره بمدى تحقيق الشيء لاهداف وجوده. ببساطه الجمله دي هي اللي انتوا هتمشوا معانا فيها. الفكره مش بوجود الشيء، هو مدى تحقيق الشيء للغرض من وجوده. وفي حاجة في المنطق كده، واحنا دايما معلش يعني اسمحوا لنا بنكلمكم في المغالطات المنطقية، في حاجة اسمها ربط ما ليس علة بعلة، اللي هو ايه؟ الفار موجود، اذا الفار يحقق العدالة. دي حاجة في المنطق اسمها ربط ما ليس علة بعلة، لان عشان الفار موجود اذا الفار يحقق العدالة، يبقى اذا اجراءات الفار كانت عادلة. هو بيشلك اللي في النص دي فيوصل لك ان الفار موجود يبقى حقق العدالة. ده حاجة اسمها ربط ما ليس علة بعلة. سهل على الناس السبب الوهمي. انت بسطت بقى. السبب الوهمي يعني اللي هو زي ما احنا قلنا كده، القصه كلها هل الفار تم تطبيقه بشكل يرضي جميع الاطراف ولا كان فيه مشكله؟ مش هنقول رايا، احنا دايما اعتدنا معاكم هنا اراء خبراء التحكيم، بس المره دي احنا حتى بقى مش رايحين لخبراء التحكيم، احنا رايحين لما هو ابعد من اراء خبراء التحكيم، احنا رايحين لراي المسؤول نفسه. راي المسؤول عن تطبيق تقنيه الفيديو ده بيقول ايه؟ تعالوا نسمع السيد مراد محمود في مداخلة مهمة جدا مع الزميل إبراهيم فايق، وبيتكلم عن تقنية الفيديو اللي منحت العدالة في مصر. يبقى احنا محتاجين ندربهم اكتر. بص بقى يا فندم، انا هقول سر على الهواء ويزعل مني من يزعل. اتفضل يا فندم. من انشاء التقنية، من البدء في التقنية، خدنا اجهزة السيموليتور. ايوه. تسعة ايام يا ابراهيم بيه.
تدريب الحكام خلال السنتين الماضيتين 9 أيام فقط لغير. يعني كل حكم قاعد على أجهزة المحاكاة أقل من 10 دقائق فقط تدريب لغير. فقط لغير. تدريب الطيار الطيار عشان يركب الطيارة يا إبراهيم بيه بيخش أجهزة السيموليتور كأنه راكب طيارة ما لا يقل عن 2 سنين. طب ليه يا كابتن؟ يعني ليه؟ بص، أولا كان هناك مفاوضات بين الشركة والاتحاد، عارف حضرتك لجنة مؤقتة وبعدين في لجنة مؤقتة في تعاقد، شروط التعاقد، فكنا بنطلب أجهزة السيموليتور ويلب لا مش موجودة لا سفرت. المهم الريزالت اللي حضرتك تحط ايدك عليه ان احنا 9 أيام وهقولهم لك بصراحة في معسكر ابو قير. امال احنا عايزين طب احنا عايزين التحكيم يبقى كويس ازاي؟ ده انت حاجة بتقول كوارث. طب احنا عايزين تقنيه الفيديو تبقى شغاله ازاي لما 9 أيام ومش مديين للناس وقت، ولما احنا عندنا مشاكل في تحديد النقاط، ولما احنا حكم الفار عندنا ما بقاش دقيق، ولما احنا الصوره احيانا من الساده المصورين والكاميرات اللي بتبقى موجوده في الاستاد مش على الارتكازات المطلوبه، واحنا ما بنقعدش معاهم وما اتكلمناش معاهم وما عملناش معاهم حاجه، وفي لقطه ممكن يضيع لي تسلل او يضيع لي. طب ما احنا بنعمل ايه بقى يا كابتن؟ ما احنا بنعمل ايه؟ طب ما احنا بنعمل ايه؟ طب ما هو طب ما هو يعني طب ما هو احنا ده احنا جايبين ده التقنيه احنا جايبينها شكل. عجبني جدا اقول بالظبط، احنا ما بنعملش حاجه، احنا فقط لا غير جايين نادي شغلنا اللي هو ايه شغلنا اللي احنا ما بنشتغلوش، ومحدش يقدر يلوم علينا. انت لو تعرف يا ابراهيم بيه احنا بناخد راتب قد ايه، انا مش عايز اقول لك انا بقالي 10 سنين باخد راتب قد ايه، ده اللي احنا مش جايبينه في المكالمه. انت تعرف يا ابراهيم بيه انا اصلا راتبي ما بيكفنيش مواصلات يا ابراهيم بيه؟ انت تعرف يا ابراهيم بيه ان احنا ما شغلناش او ما دربناش الحكم اكتر من 10 دقائق واجهزه السيموليتور ما جاتلناش غير 9 ايام، اصل احنا بنطلبها والشركه الرايعه ما بتجيبهاش. طب ايه بقى؟ يعني ايه؟ وايه حكايه بقى استاذ جمال علام يا احمد بيه واستاذ السيد مراد يا ابراهيم بيه واستاذ كابتن عصام عبد الفتاح يا سيف بيه؟ يا جماعه في ايه؟ في ايه لما بيطلع المسؤولين عن منظومه الرياضه في مصر في اتحاد كره القدم او في لجنه الحكام بيتكلموا؟ صدقوني مجرد بس تصريحاتهم يعني تعني ان لازم يقدموا استقالتهم قبل ما نشوف شغل، قبل ما نشوف شغل. ده كلام حقيقي بجد والله، لان اعتقد شباب كتير كتير جدا لما بيشوف النماذج دي مسؤوله بيحبط بيحبط. مع كامل احترامي للسيد مراد محمود اللي كان غريب جدا في سبب تقديم استقالته، سبب تقديم استقالته اللي اعلنه ان اصل ضغوط الجماهير يعني كانت اكبر مما ينبغي عليه. يا استاذ سيد مراد محمود صدقني والله يعني الجماهير ما تعرفش مين حضرتك، والله ده جهل من الجماهير وجهل من حضرتنا، ما نعرفش مين، احنا ما ضغطناش عليك اصلا، ما شفناش اي ضغط عليك. استشعرت الضغط ده فين؟ ولا هو ضغط على رئيس لجنه الحكام عصام عبد الفتاح فبالتبعيه ضغط على رجال عصام عبد الفتاح داخل لجنه التحكيم؟ عشان بس نبقى فاهمين، ده بالنسبه للسيد مراد، لكن مش موضوعنا، احنا خدناه موضوع جانبي، لكن الموضوع الاهم ان ما عندناش تقنيه فيديو، ما عندناش حاجه بتحصل، ما عندناش حكام اتدربوا، فبالتالي ما ينفعش تيجي تقوم يا ولد انا اللي خدت كل البطولات المحليه مع فيوتشر وتقنيه الفيديو شغاله اللي هي مش موجوده. لا حضرتك الاخطاء التحكيميه ما زالت موجوده، الاخطاء التحكيميه الفجه ما زالت موجوده، الغاء اهداف للنادي الاهلي ما زال موجود، تدخل تقنيه الفيديو فيما لا يجب ان تتدخل فيه ما زال موجود، كل ده موجود. فما ينفعش تيجي تقول لي اصل انا خدت بطوله بتقنيه الفيديو، وكل الناس عارفه البطوله اتاخدت ازاي. يا جماعه يعني ده انت لو بتعلم طفل يسوق عجله صغيره هتديله الأول سندات وبعد كده تشيلها عشان يعرف يسوق. 10 دقايق تقنية الفار اللي هي بتتحكم في مصير موسم وفرق هي كان بس الحكام اتدربوا فيها. يعني أنا أتمنى يعني من السيد مراد اللي الراجل في استقالته فعلا كان كاتب، أنا أغرب استقالة في التاريخ، أنا شفت استقالات في حاجات كتيرة جدا في شتى المجالات، أول استقالة في التاريخ لأي شخص يكتب فيها السي في بتاعه. ده انت ماشي يعني انت مش بتقدم، يعني انت مش بتقدم لوظيفه انك تبقى مسؤول الفار في الاتحاد المصري، ده انت ماشي فانت كاتب السي في بتاعك ليه؟ كنت شغال. والاهم مش السي في، الاهم حضرتك مش خدت مرتب كبير ولا صغير خالص، الامور لا تقيم كده. انت ممكن تاخد مرتب كبير جدا وتعمل انجازات عظيمه وتعمل اشياء مهمه وتطور منظومه التحكيم، فهقول لك برافو، كل جنيه خدته انت تستحقه.
ممكن تبقى خدت 100 جنيه بس، 100 جنيه لا أبالغ، وما ضفتش حاجة للتحكيم، وقلت إن الفار فيه مشكلة، وإن الفار بالشكل ده يعتبر غير أساساً مؤهل إن هو كان يقدر يتحكم في مباريات ولا منظومته تقدر تكون ناجحة، ولو خدت 100 جنيه دي هقول لك أنت لا تستحقها، لأن أنت ما ضفتليش بيها حاجة. فتعالوا لما نشوف الكلام ده هل مرتبط بموقف عام للفار ولا داخل تطبيق تقنية الفار كانت القصة عاملة إزاي؟ نسمع برضو السيد مراد اللي قصته معانا طويلة شوية. هل من الوارد انه حكم يرسم خط الفار غلط؟ حكم الفار يرسم خط الفار غلط؟ ما يرسمش خط الفار، قصدك يضع النقطة بطريقة خاطئة. ايوه يا فندم، ايوه هو ده اللي اقصده. ايوه هذا عامل بشري. هذا عامل بشري. ايوه في تحديد النقاط هذا عامل بشري، يقول النقطة هنا شوية قدام شوية ورا ممكن يخطأ. ما هو القصة بتاعت عامل بشري ده، أنا عايز أقول لكم حاجة، إحنا للأمانة مشكلتنا كلها في العامل البشري. ده أنا نفسي نتخلص من العامل البشري، نفسي الفار ده يبقى عبارة عن حاجة كده آلية تبقى من هنا بقى لا احنا نجتهد ولا نطلع نقول لكم ازاي انت كإعلام بتروج انك سعيد بتقنية الفار اللي خدت معاها البطولات لأنها حققت العدالة، والراجل بيقول لك عامل بشري. ده قمة اللي احنا بنتكلم فيه، ان المعيار بتاعك وبتاعي العامل البشري اتحط ازاي. كرة بيرسي تاو، هل انت مقتنع ان العامل البشري فيها تصرف صح؟ ما هو لو حاجة آلية خلاص، انما الراجل حط النقط صح ولا لا؟ الراجل حط النقط صح ولا غلط؟ الراجل مش قادر كعامل بشري يعرف مفترض يعمل ايه، ولا هو مش عارف، ولا هو بيلوش، ولا هو بيخطئ زي ما كلنا شفنا، وبياخد مؤخرا انصافا للتحكيم المصري عقابه. هي دي القصه، مشكلتنا كلها العامل البشري، واساس فقرتنا العامل البشري. يبقى العامل البشري يا حبيبي في العالم كله لا يحقق العدالة المطلقة، مفيش عامل بشري في الدنيا يقدر يوفر لك العدالة المطلقة، لأنه بيخطئ ويصيب، العامل البشري عامل نسبي. أعتقد أتمنى يكون ده مفهوم. هو أنت بتوجه له سؤال عن هدف بيرسي تاو للأستاذ السيد مراد ولا سؤال عام؟ ده سؤال عام طبعا. أه بس أستاذ السيد مراد هيقول لك إن هو عمل اللي عليه وزيادة والراجل زي الفل، لأن ده طبعا اللي احنا اعتدنا عليه من المسؤولين عن لجنة الحكام الفترة الأخيرة، شفنا شوية تصريحات غير طبيعية، أضفنا إليهم الكابتن السيد مراد محمود اللي الحقيقة يعني كان واضح جدا في إن لما جاي يشتغل ما لقاش حاجة يشتغلها، وكان معترض على الراتب وكان معترض على الراتب إن هو قليل وبيتصرف في المواصلات، بس مفيش أي حاجة اتحققت على ارض الواقع. اذا احنا هنا مش بنشكك في تقنيه الفيديو بشكل مطلق، لا احنا بنشكك في استخدام تقنيه الفيديو، والشك ده بالزبط. مش جاي من كلامنا احنا او كلام المرسل، لا ده جاي من كلام المسؤولين اللي بيقولوا ان الحكام ما تدربوش، واكتر فتره تدريب كان معسكر ابو قير 9 ايام، وكان لو قسمت عدد الساعات او عدد الوقت اللي اتدرب فيه كل حكم على تقنية الفيديو وممارسة تقنية الفيديو هتلاقيها 10 دقائق فقط لغير. طب ليه صرفنا كل ده؟ ما كنا جبنا الصورة، فاكرين الصورة اللي كانت ترابيزة وتلفزيون شاشة 17 بوصة مع الكابتن محمد الحنفي، وكنا قعدنا والكابتن محمد الحنفي يقعد يراجع ونريح دماغنا من القصة دي. على الأقل ما كانش حد يعرف يعمل شاي في التراك بتاع الملعب ويشد الفيشة بتاعة تقنية الفيديو. يا جماعة الكلام على قد ما هو في كوميديا كتير، ولكن كوميديا نجيب الريحاني الحقيقة، كوميديا سوداء، كوميديا تشعرك ان في ازمه حقيقيه في التحكيم المصري. وان كنت مصر على ان بعض الاخطاء التحكيميه كانت واضحه جدا ما كانتش محتاجه لحكم متدرب بشكل كبير، لا كانت محتاجه لحكم عايز يصل للقرار الصح. المشكله كانت هنا، لان في حاجات كثيره جدا ما ينفعش نقول اصل الحكم ما تدربش عليها، شفنا حاجات وركلات جزاء في منتهى الوضوح والحكم مش هنا، مش واخد باله. شفنا تشيرت لاعب بيتقلع انا اسف جدا جوه ال 18 والحكم ساحه وحكم الفار ولا هو هنا. ده ما كان محتاج تدريب؟ لا، محتاج رغبه وقدره على اني اصل لقرار صحيح. الامر سهل وبسيط، اي حد لو قعد على تقنيه الفيديو متابع لكره القدم وشاف اللقطه دي هيستدعي حكم الساحه بس. ولكن خلينا نروح لان ما كانش فيه تدريب. في النهايه اذا النتيجه اللي خرجت نتيجه غير مقنعة، غير عادلة. طيب الفار في أماكن تانية لا بيحقق عدالة، بيحقق عدالة كبيرة كمان، نسبة كبيرة من العدالة، مش عدالة برضو مطلقة.
لكن عندنا الأزمة. فعشان كده لازم وانتوا بتتفرجوا على الفقرة دي تبقوا عارفين ان كلامنا عن تقنية الفار في مصر مع لجنة التحكيم المصري مع الحكام المصريين، اللي برضو الكابتن سيد مراد اتسأل سؤال في المداخلة دي لأنها كانت مداخلة مطولة، قالوا لما بيجي حكام أجانب على نفس الأجهزة دي بياخدوا قرارات في أقل من 10 ثواني، ونفس القرارات دي بتيجي الحكام المصريين بياخدوا قرارات 4 دقايق. قال له أصل الحكم الأجنبي عنده من الخبرات إن هو يروح على طول للكاميرا اللي هتوضح له الصورة، لكن الحكم المصري بيكون عنده 6 كاميرات على الأقل، فهو لو شاف كل كاميرا نص دقيقة لعبنا في 3 دقايق، فعلى ما يحدد الكاميرا وياخد القرار فبندخل في 4 دقايق. إذن الأزمة أزمة حكم، ده لو فعلا كان في لقطات محتاجة إن أنا أروح ل6 كاميرات. فنتمنى تدريب الحكام المصريين عشان ما نوصلش ونسمع من رئيس لجنة الحكام القادم تصريح زي اللي هنسمعه دلوقتي من الكابتن عصام عبد الفتاح. مشكلة الفار، احنا اتفقنا نتكلم بسرعة، لا بصراحة تمام. مشكلة الفار هي كانت مشكلة كبيرة، كانت مشكلة كبيرة، انتهت المشكلة في خلال 3 شهور دول مستحيل. نعم انا ما معيش عصا سحرية، ولكن في تقدم، في تقدم ممكن يزيد اكتر في الفترة الجاية، ان احنا من خلال دورات، واحنا من ساعة ما جينا 45 يوم من ساعة ما جينا عندنا دورات، او اي رئيس لجنة يجي يكمل، يعني ده نصيحتي لاي حد يعني انه يكمل الدورات اللي احنا عملناها، لان احنا فعلا سلقنا الفار. الفار بيتعمل من 6 الناس تقول ايه بس الناس دول خدوا رخص، لان الفيفا والايفاب بيصدق اي دوله. وكابتن احمد انا لما ببعت لكابتن احمد مثلا هو الفيفا او الايفاب ابعت له ان سمير اصبح مؤهل بيقبله على اساس انه بيثق فيك. صحيح. لكن الحقيقه التدريب على الفار كان لم يكن كافي على الاطلاق. احنا على فكره موافق، بنحاول نطور في ده يا كابتن احمد، نطور. والامانه احنا اللي بنحاول نخليهم ياخدوا رخص، واللي هنخليهم يحكموا الفتره الجايه اللي عندهم ثقافه، لان حكم ما عندوش ثقافه مستحيل يقعد داخل غرفه الفار. الفار ما عندهمش ثقافه؟ انا ما اقصدش الثقافه اللي هي ثقافه ما عندهمش ثقافه تحكيميه، ما عندهمش ثقافه تحكيميه. يعني كابتن انا بتكلم على تحليل الصوره كابتن احمد. ادي الفار اتسلق. انا عادي، انا ما عنديش مشكله في حرف الراء، لا هو اتسلق مش هلدغ يعني. ده تصريح رئيس لجنه الحكام الكابتن عصام عبد الفتاح، اللي بيطالب ان التحكيم او الحكام اللي يجوا يتدربوا على تقنيه الفيديو الفتره الجايه لازم يكون عندهم ثقافه. اي ثقافه يا كابتن عصام؟ لا ما اقصدش الثقافه العامه، انا اقصد ثقافه تحكيميه اللي هي ثقافه ايه؟ ثقافه الاحتواء. مهم جدا، لازم يتدرب على ثقافة الاحتواء، ثقافة روح البروتوكول، ده مهم جدا. لو كان كابتن عصام كمل كان هيتدرب حكامنا اللي جايين عندهم ثقافات بالثقافات دي، احتواء، روح بروتوكول، الحكم زي الدكتور درجة حرارته لما تعلى الطفل يديله مسكنات، وكلام كنا بنسمعه كلام غريب جدا. فتخيل عزيزي بقى المشاهد وحضرتك عمال تسمع من المسؤولين عن لجنة الحكام الكلام ده عن تقنية الفيديو، وتجد البعض بيتحدث عن تحقيق البطولات مع تقنية الفيديو التقنية العادلة. أي عدالة؟ أنا مش قادر أعرف أي عدالة، مش قادر أشوفها. ده احنا نتمنى بالفعل يكون في عدالة، نتمنى بالفعل يجي الخبير التحكيمي في أي استوديو تحليلي بعد المباراة يقول الحكم النهاردة ياخد 8/10 لأن كان في إنذار للاعب فقط لغير ما قدرش يديله الإنذار. لكن ده ما فيش خبير تحكيمي في اي استوديو تحليلي بعد مباراه الا ما بيكون في تعقيب، يا على ركله جزاء يا على طرد يا على هدف اتحسب غير صحيح او اتلغى هدف صحيح. يبقى اي عداله واي تقنيه فيديو؟ اعتقد تقنيه الفيديو لو احنا بالفعل عايزين انها تنجح في مصر فتاكدوا ان هي هتخدم فقط لغير الحكم ضعيف المستوى، الحكم اللي عاوز فعلا يظهر ويصل يظهر الحق ويصل للقرار السليم. اما الحكم اللي عنده من الخبرات اللي تخليه يعرف يصل للقرار السليم بس مش عاوز يصل او انتمائه بيمنعه، لا تقنيه فيديو ولا غير تقنيه فيديو هيطوروا من مستوى التحكيم. طيب نرجع نؤكد عليكم ان احنا بنوصل رساله واضحه، هل الفار حقق العداله اللي تخلي اي حد يستقر ان وجود الفار بيساوي العداله المطلقه؟ قلنا 10 دقائق هم اللي اتدرب عليهم الحكام، قلنا رئيس لجنة الحكام بيقول الفار اتسلق، كل دي حاجات تخليك وانت طبيعي
لا يستقر في نفسك أو ذهنك إطلاقا إن الفار ده حقق العدالة. بس مش ده وبس، عندنا كلام لرئيس لجنة الحكام يديك مثال واضح وصريح كيف كان الفار يحقق العدالة. نسمع كابتن عصام عبد الفتاح ونرجع نعقب. إن في حكم قاعد في الفار نتيجة بقى لأن التدريبات غير كافية، الضغوط، الاختيار من البداية كان غير صحيح للأمانة، يعني مش كل الناس للأمانة لكن عدد لا بأس به، إنه بيخاف من الإعلام، بيخاف من الضغوط، من لون الفلنات. ممكن يقول ممكن لعبة ما فيهاش ركلة الجزاء يعمل ضغط على الحكم يجيبه يقول له أنا 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 شاكك إن في ركلة جزاء، تعال شوف. فالحكم لما يطلع هو التاني ممكن يكون الضغوط اللي عليه وتوقيت الحالة وتوقيت الاستدعاء ونتيجة المباراة ده موجود، وده بنحاول إن احنا نبعده. وصدقني يا كابتن في ناس كتيرة ما حدش عارف الكلام ده اتوقفت من خلال أدائها في الفار، ناس كتير. احنا بنلعب عدد محدود. ما جاوبتنيش. اتفضل. هل بالفعل هناك أحد الحكام بينزل لما يكون معاه حكام فار صغيرين يقول له ما تكلمنيش أنا اللي هقول لك؟ ما أعتقدش ده، أو ما حصلش في الفترة اللي أنا فيها لسبب، لأن احنا قلنا أنا ممكن أتكلم مع الحكام في بعض الحالات بشكل منفرد، أقول له في حد إداك تعليمات بكذا، لأن في واحد هيتعاقب. فبيقول إذا كان حصل أو ما حصلش، فده ما حصلش. تحب أقول لك الاسم الثلاثي وإحنا الأربعة عارفينه؟ بس انا حدير الحوار بمنتهى الحياديه. طب احكيها وبعد كده سمير الكابتن. بس مش هقول اسماء لان ما كنتش مسؤول، لكن انا كنت مسؤول. كان الحكم والفار الواقع اللي حصل. الواقع ان كان في حاله تحكيميه وانا استعجبت ركله جزاء 100%. تمام. لاعب ايده خارج جسمه بشكل غير عادي. والحكم قال للفار، الفار قال له اتفضل تعالى في يعني انا عندي احتماليه ركله جزاء اتفضل تعالى شوفها. قال له لا انا شايفها وما فيش. ده كلام مش مقبول. الفار هيكبره ازاي؟ ما الفار عمل هنا الفار عمل اللي عليه. ماذا يعني كلام السيد رئيس لجنه الحكام عصام عبد الفتاح في هذا الفيديو؟ يعني انه لم يكن هناك تقنيه فار. ايوه اللي بقوله لك ده يطعن فكرة تقنية الفار في صلب مصداقيتها وفي فكرتها العامة وفي هدفها الأساسي. لما يتقال والواقعة هو رجع أكدها بغض النظر بقى كانت إمتى، ولكن في النهاية هو أكد إن الواقعة دي حصلت. لما حكم يستدعيه حكم الفار ويقول له تعالى عشان في شوف لقطة أنا بقول إن فيها ركلة جزاء ورئيس لجنة الحكام بيؤكد إن هي ركلة جزاء صحيحة، ويرفض ان هو يطلع لتقنيه الفار يشوف اللعبه وياخد قراره من الملعب، يبقى فين تقنيه الفار؟ يبقى ده اللي احنا قلناه لكم في الاول، ربط ما ليس عله بعله، ربط ان في فار بس الفار مش شغال، الفار 10 دقائق اتدربوا عليه بس، الفار اتسلق، الفار امين عمر ما احتسبش للنادي الاهلي، الفار خالف البروتوكول، واللعبه هنا مش مجرد فار تدخل، ده الفار اصلا لم يكن يحق ليه التدخل، يعني الفار اللي في بعض المباريات لما كان بيستدعي حكم الساحة عشان يطلع يشوف اللعبة ياخد فيها قرار صحيح كان بيرفض، في مباراة الأهلي والبنك الأهلي تدخل في لعبة لم يكن يتدخل فيها. يعني انتوا متخيلين المفارقة؟ متخيلين ازاي الموضوع على النقيض من لعبات حكم الساحة بيرفض يشوف فيها الفار ويصمم على قراره والفار له حق أصيل إنه يستدعيه، للعبات في مباريات النادي الأهلي لا يحق للفار التدخل فيها وبيتدخل وبيلغي هدف وبعد كده بنقول روح البروتوكول. كانت فين روح البروتوكول والفار من صميم تدخله إنه يستدعي حكم بيرفض يطلع ونرجع نقول عندنا فار؟ لا يا جماعة احنا ما عندناش فار، احنا عندنا حاجة شبه الفار اللي موجود في العالم كله بس في حقيقة الأمر هي لا تحقق العدالة. ولما بيجي رئيس لجنة الحكام يقول أصل يبدو أن بعض من الحكام وعدد ليس بالقليل بيخاف من ألوان التيشيرت. أنا ما أعتقدش أبدا على مدار موسم كان لنا فيه تسلل بيرسي تاو ولا لعبة المقاولين لا تستحق طرد ولا ضرب جزاء حسام حسن ولا روح البروتوكول ولا الاحتواء ولا كل اللي احنا بنتكلم فيه ده، أعتقد لون تيشيرت الأهلي ما كانش بيخوف حد. أنا ما شفتش أبدا حد كان بيخاف من لون تيشيرت الأهلي بالحقائق، وما شفتش فار، أنا ما شفتش فار الموسم ده خالص.